خليه بألف سنة. كفاية يا مولانا. كفاية كفاية ألف سنة. لأنه هو القرآن لما قال إن يوما عند ربك. لكن ده كان بيقول تعرج الملائكة والروح إليه، يعني في مسافة. لكن هنا ما فيش مسافة، ده هو يوم عند ربك بألف سنة. فهنمشي على ألف سنة، بس ألف سنة كتير، وهنشوف هيحمل ايه. فالراجل لما سأل سيدنا، سأل على 50,000 سنة، قال له ما أطول هذا اليوم. سيدنا ما قالوش ده مش يوم القيامة ولا خلافه، علشان قضية النسبية، وقضية النسبية هيبقى في يوم ب50,000 وهو نفس اليوم بألف سنة إلى آخره. لكن هناك قال إيه؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما قالش مما تعدون. مظبوط. لكن لما جه قال الألف قال مما تعدون. نعم. يعني نعم. عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم. وعند يعني 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 في أمر الله سبحانه وتعالى قياسا. فيبقى خلينا في الألف، لأنه ممكن يكون في يوم تاني هو نفس ذات اليوم. نعم. هنا بالعد ده يطلع ألف، وبعد تاني يطلع 50,000. فالرجل قال له ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري: والذي نفسي بيده، بيحلف بالله، إنه لا يكون أقصر على المؤمن من صلاة المكتوبة. الله. يعني حوالي 3 دقايق 4 دقايق 10 بالكتير. بالكتير هيقعد يتفرج كده المؤمن على منابر من نور وفي ظل الرحمن، وتمر عليه الحكاية دي كلها كأنه بيتفرج على مشاهد. أدى صلاة المغرب. ها؟ أدى صلاة المغرب. أدى صلاة المغرب وخلصت الحكاية وقمنا مشينا. يبقى إذن أخونا اللي بيسأل ومفزوع وتعبان، وأنا هيعمل ليه فيا كده؟ هيعمل فيك إيه؟ هيعمل فيك كل خير إن شاء الله، ولكن قدم السبت تلاقي الحد قدامك. الدنيا مزرعة الآخرة. الاعتقاد في اليوم الآخر يتدخل في سلوك الإنسان. أنا لما أروح عايز أعمل معصية أم أفتكر ربنا وافتكر يوم القيامة وانه كده هيغضب ربنا وفي يوم القيامة هتحاسب، قم ده يساعدني اني ألجم نفسي وما اقعش في لا اقع في المعصية. فالإيمان باليوم الآخر ليس مجرد تصديق ولا مجرد فكرة ولا مجرد إيمان بقضية، لا، ده له أثر مباشر في السلوك. ده هيمنعني وهيدفعني، هيمنعني من الشر وهيدفعني إلى الخير.